وأختم كلامي بهذا المثال اللي واقعا هذا البحث مو فقط أساسي وإنما البحث ضروري منهجي، ما لم تلتفتوا إليه أساسا لا يحق لكم أن تدخلوا في علم الأصول، أو لا يحق لكم تدخلوا في عملية استنباط الحكم الشرعي بشكل عام، لا يمكن. ما هو ذلك؟ في ذهن الإخوة لا يتبادر إلى الذهن إخواني أنه هذه أبحاث بعيدة، إحنا تكلمنا من اليوم الأول قلنا لا نريد أن نتكلم في مسألة كلاسيكية في الفقه، ولا بإمكاننا نأخذ كتاب الطهارة أو الاجتهاد والتقليد ونشرحه للإخوة هنا، ولكن أنا أتصور بأن الإخوة الأعزاء هم بإمكانهم الآن بحدود معينة أن يراجعوا هذه ويطالعونها، لا يوجد فيه بحث جديد. المهم هذه الأبحاث اللي على أساسها يقرر الباحث العالم المحقق المجتهد كيف يدخل إلى علمي إلى عملية استنباط الحكم الشرعي. إخوان الأعزاء، هناك بحث أساسي ومهم وضروري، هو أن علم الأصول وبتبع ذلك علم الفقه هل تجري في هذين العلمين القواعد العقلية أو ماذا؟ أو لا تجري فيه؟ القواعد العقلية شنو إخوان الأعزاء؟ ها؟ استحالة انفكاك المعلول عن العلة، الدور محال، التسلسل محال، تقدم المشروط بشرط على شرطه ها؟ محال، تقدم الشيء على نفسه ماذا محال، وعشرات القواعد الفلسفية العقلية اللي تعبر عنها فلسفية. سؤال، هاي القواعد إخواني يمكن إجراؤها في المسائل الأصولية والفقهية أو لا يمكن إجراؤها؟ شنو مبناكم؟ الجواب، أنت انظر إلى أصولنا الموجود أنهم يجرون كل تلك القواعد في الأبحاث ماذا؟ في الأبحاث الأصولية. ولذا أنتم قرأتم مولانا الشرط المتأخر والبحث المفصل اللي موجود هناك، المشروط متقدم والشرط شنو؟ متأخر. وشلون نحلها مولانا؟ ليش؟ لأنه يستحيل تقدم المشروط على المشروط عدم عند عدم شرطه، وشلون يمكن أن يتقدم المشروط على شرطه؟ المركب عدم، الكل عدم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء جزئه. وكيف يعقل أن يكون المركب باق والأجزاء ماذا؟ منتفية. يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ القاعدة الفلسفية يقول يستحيل ذلك. يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أو لا يمكن؟ ها؟ قالوا لا يمكن مولانا، يلزم ماذا؟ يلزم الدور، تقدم الشيء على نفسه. ولذا قالوا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها أو يستحيل أن تكون مختصة بالعالمين بها؟ قالوا يستحيل ذلك إلا على دورانات متعددة، اللوف إلى اللوفات مول، وإلا مقتضى القاعدة أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم، وإلا يلزم تقدم ماذا؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ونحو ذلك، يعني يلزم الدور، يلزم يلزم إلى غير ذلك. وأنت أدخل في علم الأصول من أول إلى آخرة تجد وكأنك تقرأ ماذا؟ ها؟ تقرأ قواعد عقلية. سؤال، هذا السؤال الأول الذي لا بد أن يطرحه كل محقق على نفسه قبل أن يدخل الأبحاث ماذا؟ الأبحاث الأصولية والفقهية، وهو أن القواعد العقلية هل تجري في العلوم غير الحقيقية أو لا تجري؟ شنو العلم الحقيقي إخواني؟ شنو العلم غير الحقيقي؟ العلم الحقيقي هو الذي توجد فيه ملازمات ذاتية بين الموضوع وبين المحمول، يعني إذا صار الشيء ممكنا يمكن أن لا تكون له علة لوجوده أو لا يمكن،
مستحيل، ملازمة أكو بين الإمكان وبين الاحتياج إلى ماذا؟ احتياج إلى العلم. يعقل هذا؟ يعقل غير هذا؟ مستحيل هذا. أما خبر الثقة إخوان الأعزاء جعل الحجية له أيضا من قبيل الاحتياج إلى العلة في الممكن. ها جنابك تقول خبر الثقة حجة، هاي الحجية الموجودة لخبر الثقة لازم ذاتي لخبر الثقة أو مجعولة. أما أن الممكن محتاج إلى علة هذا مجعول أو لازم ذاتي لا ينفك عنه. من الواضح أكو فرق واضح بين هذه المسألة، الرابط الموجود بين الموضوع والمحمول، وبين هذه الفاعل مرفوع المفعول منصوب، وهذا الرفع والناصب هذن الذاتيات من قبيل الزوجية للأربعة، من قبيل الفردية للثلاثة، أو أنها مجعولات توافقات عقلائية أو توافقات نحوية صرفية، سموها ما شئتم، أي منهما. فإذا كان عندنا، كانت عندنا مسألة العلاقة بين الموضوع والمحمول فيها ذاتي، ومسألة المحمول والموضوع العلاقة ليست ذاتية، هل الأحكام والقواعد المطبقة لاستكشافها هل هي واحدة أو الأحكام مختلفة، القواعد مختلفة، أي منها؟ أنت جنابك الآن في المسائل التي يوجد تلازم ذاتي بين الموضوع والمحمول تطبق مجموعة ماذا؟ فإذا وجدته ممكنا تستكشف، يعني يستكشف العقل بالضرورة أن له ماذا؟ ها؟ أن له خالق، أن له علة توجده. وهل يمكن غير هذا؟ أبدا، يستحيل غيرها. إذا ثبت أن هذا الشيء نقي، أن هذين نقيضان، بعد يجتمع أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. هذه وين هاي القاعدة؟ وين نطبق القاعدة هذه؟ نطبقها في الأمور التي توجد بينها ماذا؟ ملازمات ذاتية لا يمكن أن يكون إلا هذا النحو. وهذه هل يمكن تطبيقها أيضا على تلك المسائل التي لا توجد فيها ملازمات ذاتية أو لا يمكن التطبيق؟ ها؟ علماء الأصول مع الأسف الشديد لم يبحثوا في مقدمة علم الأصول أن علم الأصول حقيقي، أو أن علم الأصول ماذا؟ اعتباري. لم يبحثوا لك. احنا ما عندنا مشكلة معهم، خلي يجون من مقدمة البحث يقولون نحن نعتقد أن علم الأصول كعلم ماذا؟ كعلم الرياضية. أن علم الأصول كعلم ماذا؟ كعلم الفلسفة. فكل القواعد المستعملة في الرياضيات أو في الفلسفة أو في الأمور العقلية تستعمل أين؟ في المسائل الأصولية، لا محذورة فيها. أما إذا صار مبناك لا، أن علم الأصول ليس علما حقيقيا بل هو علم شنو؟ اعتباري. إذن القواعد المنطبقة فيه أو الذي تطبق فيه هل يجوز أن تكون قواعد عقلية أو قواعد عقلائية؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه بعد يستحيل أن تكون قواعد ماذا؟ قواعد عقلية، لأن هذه القواعد إنما هي للأمور حقيقية لا للأمور ماذا؟ لا للأمور المجعولة الاعتبارية. السؤال المطروح هذا، وهو أن علم الأصول الذي يبنى على أساس أنه علم حقيقي ينتج لنا النتائج وعلى أساسه يشكل لي فقها ماذا؟ بنحو. أما العلم الأصول الذي يبنى على أنه ليس علم حقيقي وإنما هو علم ماذا؟
وإنما هو علم اعتباري بعد ينتج لنا فقها غير ماذا؟ غير هذا الفقه. النتائج تختلف إخوان الأعزاء، اطمئنوا تختلف. ومع الأسف الشديد أخاف أنا أدخل فيها تفصيلا، إذا أدخل في ذاك البحث يقولون سيدنا بعد هذا خرجنا عن كون بحث الفقه، ولكنه دا أشير إليها إجمالا فقط. ويوجد رأي، وأنا ذكرت هذا مرارا، أن السيد الطباطبائي يعتقد أن علم الأصول هذا الموجود بأيدينا علم من أساسه غير صحيح، وكل القواعد المستعملة فيه لا ينبغي ماذا؟ أن تستعمل، وإنما لابد أن يبنى على أساس آخر، وهو أساس عقلائي لا على أساس عقلي، لأن محمولات المسائل فيها في علم الأصول بالنسبة إلى موضوعاتها ليست ذاتية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مجعولة، يعني باعتبار العقلاء الممضى من قبل من؟ من قبل الشارع. هذا البحث الإخوة فقط أنا أشير إلى موارده، بعد هم يراجعون لأنه أنا وقت ما عندي أقرأ العبارات كاملة. في حاشية عنده جيدة الإخوة، يكون عندهم لا أقل يعرفون الوجهة النظر الأخرى، في حاشية عنده على الكفاية اللي هي ما أدري الآن طبعاتها الحديثة ما هي، طبعة قديمة اللي عندي أنا في مقدمة هذه الأبحاث، يعني من صفحة 10 إخواني الأعزاء إلى صفحة تقريبا 15، يقول: ومن هنا يظهر أن كل مسألة منها فيها مقدمة مطوية بها تتم النتيجة، وهي أن الشارع على هذا جرى على هذا البناء ولم يردع عنه، فيقال أن الأمر يدل على كذا عند العقلاء والشارع بنى على بنائهم، فهو يدل على كذا في خطاباته. يعني الأصل في كل الأبحاث الأصولية أبحاث ماذا؟ عقلائية، ولا مجال لجريان الأحكام ماذا؟ العقلية. وتفصيل هذا المعنى أشار إليه الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على أصول الفلسفة، في تعليقاته على أصول الفلسفة الجزء الأول، هذه طبعة اللي هي ترجمة سيد عمار أبو رغيف، الجزء الأول صفحة 531، يوجد عنده بحث مفصل بودي أن الإخوة يراجعون هناك هذا البحث، وهو مهم جدا. يقول: وعلى هذا الأساس فتقدم الشيء على نفسه والترجيح بلا مرجح، وتقدم المعلول على علته، والتسلسل والدور في العلل، وتوارد المعالل المتعددة على المعلول الواحد، وصدور المعلولات المتعددة من العلة، ووجود العرض بلا موضوع، واجتماع العرضين المتماثلين، هذه كلها التي يقال أنه محال في الفلسفة، مو بالضرورة أن يكون محالا أين؟ ها؟ في علم الأصول. كما يمكن إلى أن يأتي إلى هذه الجملة الأخيرة، من هنا تتضح وبهذا يتضح لنا أن الباحث إذا اعتمد الأمور الاعتبارية لإثباتها في الأصول الخاصة وقد تقدمت، نظير معظم الأدلة التي تستخدم عادة في أبحاث علم أصول الفقه. يقول كلها من هذا الخلط بين العلوم الحقيقية وبين العلوم ماذا؟ وبين العلوم الاعتبارية. هسا أنا ما أقول جنابك أنت تقول الآن مولانا أنا لا أعتقد أن العلم الأصول علم اعتباري، بل هو علم ماذا؟ حقيقي. جيد جدا، ثبت العرش ثم انقش في أول بحثك في علم الأصول، قل هذه أدلة أن علم الأصول علم حقيقي، إذا تنطبق عليه هذه القواعد. أما إذا لم يثبت أن علم الأصول علم حقيقي، بعد يحق لك أن تطبق قواعد العلم الحقيقي فيها أو لا يحق لك ذلك؟ ولذا عند همات ينحاشية أخرى مفصلة الإخوة يمكن أن يرجعوا إليها، وهي ما أشار إليها في حواشيه على
أسفار صفحة 31 و 32، هاي الطبعة ومن 9 مجلدات، صفحة 31 و 32، يقول هناك مجموعة من القواعد المرتبطة بالعلوم تقول أن لكل علم موضوع، وأن الموضوع ما يبحث، أو موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وأن هذه الأعراض لابد أن لا تكون أعم من موضوع العلم، بل هي إما مساوية وإما إلى غير ذلك.